السلام عليكم وأسعد الله مساكم. ضجت مواقع التواصل الاجتماعي فرحا شرق الجزائر وبالضبط في دولة تونس بعد الإعلان عن إطلاق سراح ناشط على مواقع التواصل الاجتماعي وتيك توكر دنيا قاني. هذه الفتاة ظهرت في فيديو من ولاية عنابة وقالت أن الجزائر بلد غير آمنة لأن الشعب والشرطة والحاكم تحرشوا بها، ودعت مواطني بلدها إلى عدم الذهاب إلى الجزائر. وبعد انتشار الفيديو ألقي القبض عليها وحكم عليها بسنة سجن نافذة وغرامة مالية قدرها 30 مليون سنتيم. وقالت العديد من المصادر أن هذه الفتاة أطلق سراحها اليوم بعد أسبوعين فقط من إلقاء القبض عليها، وسيتم ترحيلها إلى بلدها في الساعة القليلة القادمة.